بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه واستمع واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون
التقويم. ثم فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا صدق الله.